تعتذر ما تعتذر. إعلامية تهاجم نانسي عجرم بسبب علشانك، وشكران مرتجى تواجهها. لانا الجندي تنتقد أغنية نانسي عجرم الجديدة علشانك، وتحدث بلبلة على مواقع التواصل. نحن اليوم أصلاً لسه قادرين نتذوق الجمال رغم كل ما يحصل في العالم. فرغم تحقيق الأغنية نسبة مشاهدات عالية، إلا أنها لم تعجب لانا فاعتبرتها سقطة في مسيرة نانسي عجرم. أنت ليه بتعملي حركات بإيدك؟ شو يعني قصدك؟ كيف يعني بعمل حركات بإيدي؟ كلام لانا وانتقادها لنانسي عجرم استدعى رداً من الممثلة شكران مرتجى التي دافعت بشدة عن نانسي وأغنيتها. صار في عتب وأنا كتبت حتى على صفحتي، والعتب على قد المحبة، ما بصير إنه يكون هيك. وفي التفاصيل انتقدت الإعلامية السورية لانا الجندي أغنية علشانك للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والتي طرحتها مؤخراً حيث كتبت في منشور على حسابها عبر فيسبوك: عندي فضول كبير أعرف لما الشاعر عرض على نانسي عجرم كلمات أغنيتها الأخيرة كيف حست أنه رح تضمها لمجموعتها الغنائية. وأضافت: اعتقدت في نفسي عندما سمعت الأغنية أنها سقطة لنانسي، وقلت لا بأس يخطئ الفنان أحياناً وهذا مسموح، لكن بعد تصويرها قبل أيام على طريقة الفيديو كليب وتحقيقها نسب مشاهدة عالية وتسويقها على كل المنصات، تأكدت أنها تعرف تماماً ماذا تختار ولمن وكيف. أنا فقط أعيش في زمن لا يليق بي. بحاجة خصوصية مالكش دعوة بها. كلام لانا استدعى رداً من الممثلة السورية شكران مرتجى التي دافعت عن نانسي فكتبت: أنا عندي وجهة نظر بقصة الأغاني من زمان. كان في السحد دحن بو لأحمد عدوية، وكان في جبار بقسوته وجبار برئته لعبد الحليم، وأراك عصية دمعي شيمتك الصبر لأم كلثوم، والأمثلة كثيرة. وتابعت شكران: هذا التنوع مطلوب جداً لإرضاء كافة الأذواق، ونحن من نقرر لأذننا من تسمع. خاتمة كلامها بالقول: بيقول لكل مقام مقال ولكل وقت آذان. التنوع شيء ضروري ومهم في كل شيء ليظهر الاختلاف والنوعية، وحينها يكون وقت الانتقاء. قلت ايه وقلت لا، ما حجاوب الا هيك. ضو الاثنين رفقاتي حبيباتي هدول، ان شاء الله ربي ما بيضرهم وما بيصيب. هذا وكانت نانسي عجرم طرحت اغنيتها الجديدة علشانك على طريقة الفيديو كليب، والذي سيطرت عليه الأجواء الهندية الفرحة، حيث تم استخدام الألوان المبهجة والحيوية إلى جانب الإيقاعات الراقصة ومشاهد التوك توك. علشانك ممكن أخبط أو أزعق أو أكسر، علشانك أهد الدنيا حبيبي بس. وحققت الأغنية أكثر من 7 مليون مشاهدة عبر يوتيوب بعد أسبوع من طرحها على يوتيوب، خصوصاً أن نانسي كانت قد شوقت متابعيها قبل طرح الأغنية، حيث نشرت صورة عبر حسابها على إنستغرام من تصوير الكليب، وأرفقتها بجملة من الأغنية إذ كتبت: علشانك من فرحتي حامل في الشارع زفة قريباً.